الحلقة انطلقت حوار من نوع آخر وأسئلة العالم كله عم يسأل تحت هاشتاج ميشيل مع نيشان. أسئلة عدة عم يطرحوها وأكيد شاركوا آراءكم بالحلقة برد ما انطلقت. فاصل إعلاني ورح ترجع تنطلق الحلقة. نيشان وميشيل حايك، يعني العالم على أسفل هاشتاج. توني كيف الجو عم يسأل ميشيل؟ سمعان كيف الجو؟ يا زلمة حلو تبو حلو. اوكي بس ارجع لهنا اول مرة شفت ميشيل رجعين الجو نيشان. العالم بلشوا يتفاعلوا مع هاشتاج ميشيل مع نيشان عبر تويتر. هلأ هيك لفتتني تغريدة عبر تويتر عم يقولوا انه ظهور ميشيل حايك الليلة بحلقة حوار من نوع آخر هل هي لتقديم جرعة من الأمل لللبنانيين؟ بس يمكن من بداية الحوار حسيت أنا بالعكس. أنا بدي أقول للناس لازم يحضروا الحلقة لا ختامة حتى يعرفوا بالضبط شو في بجعبة ميشيل حايك. اللي ما بيعرفوا الناس انه ميشيل ما بيحضر ولا بيفصح عن توقعاته بخلال الحلقة، خاصة الحلقة من هالنوع. فأنا بحترم خصوصيته، أنا علي أطرح الأسئلة يلي بتدور بأذهان الناس وما تبقى على ميشيل. شكرا علي. أنا وياكم هلأ رح انتقل على الكونترول روم لنشوف كيف بتحط بالكواليس أيضا. ثواني قليلة ونرجع ونطلع على الهواء بحلقة حوار من نوع آخر.